لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم على نعمة التوفيق، ونسألك اللهم الهداية إلى أقوم طريق، ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك سيدنا محمد الذي بعثته للناس رحمة. شيخ هل كان وحوكك بذلك علي كتاب كان تاتك الإرادة بالله بديسة كتاب كان الإرادة تاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وحال كلام مصنف كان من وحوها شريفة ومحدثه آدوين منصور على الناس في نكال إرادة منصور على الناس كتاب كان تاج كالإرادة وحوردك يا شيخ وكقري شنكم سديد بقل سديتن يصدر حديث شنكم سديد بقل سديتن يصدر حديث أيو شيخ وكقري كتابا أصدقوا كسو قاتي كتب في أحاديث كوه أبو صحيح سنة أما أصول شودي الأصول الخمسة أيو كسو قاتي وصحيحين كو مسلم بخاري سنن أبي داود ترمذي هي النسائي شنطاس وشاق كسو قاتي أحاديثا إلا وحير مويان ما لا يري راح جرتو كسو قالن كسو قالن يا كتبه كلي او سنن كلي تاع من مساليد دوي اذا يعني مسند امام احمد يو موضع مالك يو يعني احاديث يرى كسو قالن يا جرتو لكن احاديث بدن كود و هو كسو قالن كسو قادنيا كتبتا شنت يعني اصول الخمس اللي يرادو شيخ وحو ألف في كتابك متنك أسقع إسكاله شرحا يرئي سارا أن أسقع إسكاله لغضو وحو تجي متنك ستدبسنا أيو غري شرحا يرئي سارا أن ستدبسنا أيو إذن غري أفر يتغنسنا أيو كتابك شنت مجللة ومع شرح يتوت أيو شيخ وكدم أيو قرنك يسون مسيح وبين وهو بالله من كتاب كتابك كن صدح بغول أفرتني يكو مركي هجرة واحد كن صدح بغول أفرتني يكو وحونا الدمائي كن صدح بغول أفرتني يتضوذي مركي هجرة أيو رميستر سنة راسي يعني كدن بيسي أفرتني يسيدي وشرح بالله كنتني اللحدي نور دمائي marka todobaatan iyo todobaatan ayuu ku qoray markii culimadii ahlul fadli ahayd ma ka barti waqti la joogtay oo u bandhigayna aad bay uga raali noqdeen kitaabkiisa way ku mahadiyeen ilaahayna waxay u waydiyeen way u bariyeen inuu ilaahay ummada ku anfaco shaahu yaani min ahlul bayti rasuulka calayhi salaatu wa salaam ahlul bayti ka mid abu aha kitaabkiisuna waa kitaab aad u naf badan way kitaabkan taajka وحسيخ كتابك تقص النفي وكجد ويهي كتبت أحاديث نظم ليوس علين وقد يشاق قرة لكتابك أبواب تفقي هيد بقرة الأبواب الفقهية أيو قرة وحكب الله يا صبعيه الرياء عبادتها أصدقوا ظهارك بالله يوس كتاب الصلاة كحجي أيو مركز لها أولي بعد يد مركز لمعينا معاملات كيف يكون في جنية بيع يكون في جنية نكاح يكون في جنية جنائي لها أود دم ليسه مركع بعد قيد بها دنا سير راعين يا كتاب التفسير يو. كتاب الفضائل يو. كتاب الأخلاق وعلى وحي الله بحنا يو دم بو مركع دنا يو راعي وسيلا أورة بيشه
وحولي كتاب كيدا وحوآدو أنفعيا ومدو دنبا هرتكو انتفاعي وكتاب قادة شديس ويدو دهاي وكتاب آدو فردوي أبو أبت فقه هنا قرة بشيخه حديث كالطول أباها تنا باب كفقه هاي المناسب كوها هابت كرها دينيسا سلمرك نوتيلي حيث كنت حديثة أول حيكو أتكان جرين ما هنا الرتبنين مركز حديث كمركز لأسر أهراليسي لأشه المناسب كاينا أتقرطوا أيها كوها أتكانيس مركا أتوه كرة باب أبغام تفقه هاي بو كرة بي مثلا كالطول فقهية أم باب كالطول فقهية مركز أباها تو أحاديثي سي وحكيه ليسا باب كيسو مدرها دينيس فانا هي ليسا سيفضو بأيها كويلي لما قل يا كتاب كان هذا وسي انتفاعي شيخ ليه ولذا يعني دعاته اللي يرادوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أكو أهل الدعوة يعني أهل الدعوة والإرشاد اللي يرادوا ذاتك يعني مواعيد إيو يعني أجيرين إيو محاضراتك هذا الكتاب كان هو انتفاعي أبو ليه هذا هو أبانا يو نبي كيريا يعني الجزء الخامس وكذا للدون وحا أبدا يعني كتاب علامات الساعة إيو كتاب القيامة والجنة والنار إيو قسم الأخلاق إيو كتاب الزهد إيو كتاب الألكار والأدعية إيو وحاصل رمب الرتبة يا مركاتها تسهلا يعني وحي أضبها هم لحيب يا تسهلا نهل إسائيه ومرتبة ونقول بي سيدو كلايورو وحاكو انتفاع إيو ضائفة القضاة والحكام لمنك اللي قال لمنك قضاة دعا هي لمنك حكام تأيه يعني وحكا لحكومة مثلا إيشا اللغلصة ونقول هي مرجعة هذا كتاب فنقول بهانيهم بولي أدى وبهرية، معايا لي مسألة كستو في جياء يحكم كستو الربين إلى الجوابان دليل كي سوي هليان أو كتاب كي إلهي يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مركا ويؤسها لنا نيسا مركا أيضا يحكم كي إلى الجوابان أدى اللي بغا سيقولي بعد قصي انتفاعي ساسو شاكو لي اللي بغا قولنا وها اللي بغا قلقه أمد يعني هنولين أيو قلنا يعني معروف كذات كفر وحمان تنكر يبو أهل الدعوة والإرشاد اللي هذا كذات الأمة اللي قال هذا ذاتك أمد هنوني سوي يعني دائما وناجي ذاتك ويا لأنه مركز سوي هذا اللي يعني وكو ذاتك سوي يعني ويا ريو وإرشادنا يو قال هذا اللبادنا قضادة حكام كان وحا اللي هذا حراس الأمة وقوادها أمد يقع إلى علينا يو حكم كالصور دعو هي وح كالصور لغي يعني الدين تال إسلام يعني نحن هذا دعو أما سود الريو أيها كجوابي marka waa diinta islaamka ilaalinayaan waa niman waardaan oo xukuumada ama qudada niman ka sharci yaqaan oo mataayisha fiqiga lagu noqonayo waa niman diinta marjicu oo ilaalinaya diinta ilaalinaya wax loo soo dhexgeliyay ilaalinayaan waxa la wixii leed ku qabsanay kala saarayaan wixii xugun oo dhacay sheegayaan waa xiraasul umma way ummada ilaalinayaan ummada inaani lawada qolo marka waxa la leeyahay qalbul ummati way ummada qalbigeedii ama beerkeedii way ومضى مرحبا يدوي فبصلاحهم بيتنصلح الأمة وبفسادهم بيتفسد الأمة هذا يقول يعني أهل الدعوة والإرشاد يعني أنك قضاة هدي هقاقان وكو كتاب في إلهي كل رغم يا النقضان ومضى هقابيان ومضى هقاقيتا هذا أيوه طريقة حقا كل إحرار الفسادان ومضى الفسادتا حيال هقانك ومضى هقا هيوه طب لا أقول هاي ولك آدبو كتاب كانوان فعيا طب لا أقول هاي شيخ ليهو نحمدك اللهم نحمدك اللهم نحمدك وانكم هذين اللهم يا الله الله يو على نعمة التوفيق وافجنت النعمة إذا يانكم هذين على وحك السوء وناقه السمين يسو إلهي باكو وافجي وافجنت إلهي هذين نهين ما أذن هشان أدو ما أذن هشان نحمدك اللهم على نعمة التوفيق ونسألك وحنك سؤالنا اللهم يا الله الله يو الهداية هنو إلى أقوام طريق طريق متك وغطو سنين أنه نسوى ونصلي وحن قصلنا إنا ونسلم وحن سلامنا على نبيك النبي داقي ورسولك رسولك داقي سيدنا سيدك نجاها محمد النبي محمدها الذي رسولك أسوى بعثته أصبح سي رحمة حاليه إن حريص للناس إذا تكون أصبح ذاتك إن حريص وإلهي سوصاري أي نبي عليه الصلاة والسلام رحمة بها إلهي ومدام سوصاري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنضقته واد هذا الشيء سي ووحد كهد لسي بالهدى هنون إيا والحكمة حكموا وحي وكهد لأي ودنب وحي إهد وحي لقوها نون إيا يمد كوها نون إيسو إيا حكمة إلهي أقلي سبحانه وتعالى وعلى آله آل كي سبان قصة لنا
وصحبي أصحابتي سبان قصر لنينا الذين آل كائي أصحابتها سو حفظوا حفظيه داهو نبي هلوك يسحفظيه أيها حفظيه أمدا سوء قارسيه هذين معني أيها أين الدين سنبقى إسان كخم بارين ما أين سوء قارتين أمدا كدام إسان الدين سمين سوء أيها إلهي الدين تأهل وقردك وكان مركة أصحاب تسيرة وضع لغسها كين أيها يعني مركة نبي محمد ودنت صلى الله عليه وسلم الدين تان أدوية وكانتقالي مسؤولية دي الدين تي وحال لو ريغي وقمتي أصحاب تبا لو ريغي خليبك كوباد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وصديق وكي مركة زبن كي سياسك الله دورتي خلافاتي لغلا مبايع عوضي جلاتي ذا الويد واسي العذي وأمدي كالبر واحد كري دوبيه واحد ذكدي ديدئيه واحد أكلب بحاني يعني واحد عجيب وقت لا تأغض الرئيدين تسلام وقت إصامر تحوات كيدا لي وقت جاءوا بكر ولما نعو الزكاة بالإرادة وحيدا واحد كو يعني تأويل بعض الله إليه ما دينه وحي إرادين نبي عليه الصلاة والسلام أمبال ذكاة اللوك بلين جري مرة لما كي ذكاة روحي بحيات ذكاة بحيانا وقود عين جري ثلاث ديسون مغفرة يظهور بيقولنا قنجرتي بعدي ساس ده واحد دنبقه هذا اللو قيني إذا كما هي إذا قولي هل كاتك بحيان قولي إذا واحد من الدوبين إذا كان ماذا بيدك نغضين كوانا بني ماشي أقانا يا حقك صباحي يا مسلمة الكذاب ونبقه قائي وحاسا فكاسا يمدد دم يسكر جبتي وأصحابتي وحيبي إذا هذا المال يعني طحلة سمية لقرون وحاسا لو جرتي نبقه عليه الثلاثة والسلام مركي وفاكي سوسور دوائي حنونك بقوها إنو الدياري الجيش عيداً عيداً بو دياري أسامة بن زيد ومرحة وغدقة أسامة بن زيد موتى ماشي لديه جري وشام روكا شام كالإرادي أبيه زيد بن حارثة إيو جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة يكون بنتين ماشي عيداً هيد بو دياري عيداً كاس مركز أسامة مرحة وغدقة وحو جري بح عيداً كان الله بح ماشي أبها وكل انتين كدب زيد بن حارثة أسامة بن زيد مركز أول يربو هذا يردادي سيرتاي رجع مركه ومدحنا يعني عيدك مركه وهو جامين يا أمير كلوا قد جينا ومهاجرين يا أنصار أجلدوا ديوه في العمر باكوجروا عشرة وعشرين كي بدن كوزو دم باكوجروا أنصار كي رجع دويز وداويز باكوجروا وصاب بالزيد بملح لوري مركه أسامة ونبي وهو دعي مركي هو فاجر هبي نفته يكبر حرسيبه ودعي وسجوتي مقالة كركيلا مركو مدينة كركيلا سجوا الجوجو ولنا أم بحين بين النبي عليه ثلاث سنين نفطر فرقاته على قبله وصلى الله في مركه أسامة يعني إنه كقريب قاله يعني دوبت النبي إنه كقريب جناتيس عينا كي توي صار نقدان مركي النبي دوبت يصير لا كملي وصل قط الله مثلا وحوله الرئيس أو بكر إنه أنبب حيي جيش أسامة 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 جيش كي توي أنا هرت بحلاه سو النبي بكوجا وأنا صمينه مركه سيد عمر يرجع أصحابه كملا وحيسو جيدين يعني عدو قاسي يا قرابة عشان شيء أنت أنكود دولة نكون مسلمين تابا ودبات تحت وكتها أنت يضد بدل ما تكري الدولة كواذ ذكري الديني بل أنت أنكوا أنكود دولة عينا كهالك هودري نهارته بالقرآن على جهادنا مركي القرآن الاستقامة اللي جاه لكذب مركي أمبار أمبار وحنوها لاقيا مجد تقول عينا النبي به عليه الصلاة والسلام مرنا ما بدل أيور يعني سيد النبي قدامي إن أنا نبي بدل اللي ما يعبوني حتى عن هذا قف من المدينة كسر هارين بول ومجال المدينة أفرت أن على وضع إمارة بول كل عيدة كأسامة أسامة لما بعدنا يجي فتح بعنا إلهي كده جيو قال لي أي كدو عيدا كأو كدو لمركز مغلان مسلمين في عيدا بيصادر مركز روحي مغلان مركو نبي محمد واب الدين تيو مسلمين تنا وسكر الجبان وابك واحد عيدا ما هو دمبو إسلام وما بالعركي مركز لما غلي جيش كي أسامة صوص عضو وحي إذا هدي مسلمين تضعفي هنا ما يجي تحضر إدباتك تاجنها عيدا ما بالصبحية لكن هذي بعيدا الله صدر يا أيها الحالة ذا الوقت يجي لنا نبي يعصب تاي دباسة ذا إيتاجن تاي وحنا شاكا قرن الإسلام كنوا أدب حب الدين يعني كانت قالت إلى إذا عفني يجي كله وجبة نصر بارو ناشا مسلمين تكوها لهم ذي يعني متابعة النبي جي يسمى الله سيدة أصحاب تود ذا لي يردين تقول لني مركا بعد جيد بو عدنا وحي صهر يا أصحاب تي يود يا ري يعني سيد يعني كوة الدومية كوة يعني ذكاة الدين سيد أولاد قال من الهوى مركا أصحابه وأقوى يعني أقومي دينتنا وصاحب جيوي الذين حفظوا هدى نبي هنونك سبي حفظيا هنونك إلهي وسود جينا وكتاب القرآن كاو ذلك الكتاب الله ريب فيه
هدى للمتقين بإلهي متقين يا هنون بأغسوا كتاب القرآن كهو هنون كنبغة كحب دينا كسو قالينا وحوة وكتاب القرآن كهي السنة مظهرة غير وبلغوه ويقارسية نبغة ويكارسية بلغوا عني سومنا دي مالنكي حجة الولاع نبغة دردارمي وبلغوه ويقارسية ومد ويقارسية ورأوا وحي أركان نوره نورك إلهي نبغة أسر دجيبارك وكتاب القرآن إلهي وحري وأنزلنا إليكم نورا مبينا نور حبا ندين سود الجنيه وكتاب القرآن كاو فاتبعوه ويراعين نور كبه يراعين أما بعد انت بعد فإن علم الحديث برساخ حديثك علم جيسو من أجل العلوم علوم تلبرت مدك أقوي وي قدر حق قدر انت علوم هو اللبرت علم الحديث بأقوي وأعظمها كان أقوي وي نفعا حق نفعك حق انتفاعنا علم الحديث وحكن نفع بلا مجروي لأن موضوعه موضوعي سأكهر ليه وكسر فيها علم حديثه سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه السلام نقن كالنبي يسار نبي أم تابعين الأرعى إليه بس أم بكال يا علم حديث وآثاره دا وبيان للسنن سنن تاسال وبيان منها وآثاره وهي آثاره وهي سنن الرسول هو آثار النبي القولية والفعلية قولك هي فعل هيد سنة النبي وحال إلى هذا نبي أقواشي سي وحال وحو كقوله هي أفعاشي سي وحو السمية وتقريراته وحو أصاب قري وحي أكتي سلق السمية يا نبي أكأمسي فسنة النبي كمسا لأن شيء بعد لأن نبي مؤسس سبانه ويكمون أمسانة مرة ذي انت أكتي سلق السمية أما حكم كانت الله شهده وشيب كيري شيء هاي شيء بناي هاي بكتسنة وسنة النبي تقريراتي سيوه ووصفه وسمته وهديه التي كان متصفا بها مركا وحال قدر يا وصنع النبي عينا الشمائش يسي نبي دقن كي تقول صفات إلهي وصفاتي وخلقي هاي أما صفات كيسي خلقي هاي وكل رقمي يسي ذاتي هاي دو إلهي وكو أبوري تعطنا وحال إلى الشمائل بل يا شمائل أفر تعطى وحال إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي سنن كي تقول وفي هذه تنبو كليه سنة النبي هي آثارتي سقولي هي فعلي خير الناس ذاتك خير كولا كسوغا وهدايتهم هنونين تولا كسوغا وفوزهم ليبان تولا كجرتو وسعادتهم دروبيد دودا إيا ليبادين تولا أي كجرت هالدنيا أخرى ما يكون ليبان أول يكون دروبان وفالمستقل كان اسكشغل يبيه بعلم الحديث داع مد ييري يوي كاتو يدعو ييري إلى الحق حق ذاتك ويري ننك علم حديثك يقانو أما ننك أغرن أيه وداع يدعو إلى الحق وسراج الفينوس ويه يهدي هنونين أيه إلى الرشد هنون كدرك هنون هي يعني فينوس تا أما واحد افتيم أيه أن نلقى واحد لو وحي يعني وناقه وطن بالو افتين صداء ولو انتفاع عاصمة علم يعني قف اسكوش قلنا أيه وقف يعني وفينوس أسأل يعني ذات وحوية الفينوس أوكله هنون كأيه خير كالله افتين صلى يدك ويري حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله باب وحجري نظر الله الله إفيو امرأة قف سمع منا نجمق لي حديثا حديث وفحفيده حفديه وبرتي حتى يبلغه إلى أكجارتيه قلت انتو أنك حديث نجمق لي حفديه وصيره نجمق لي أكجارتيه قفك الله نوريه بالنبي وقال إلا لوحو كما يري من حفظا إنك حفديه على أمتي أمد إذا 40 حديثا أفرتا حديث إنك أحفديه ومن أمر دينها دين تلا أمر كذاو بعثه الله إلهي بصوت حين يوم القيامة فقيها عالما أصبح فقيه وحيقان عالما وعالما يا إلهي توصار يا قيامة وفي رواية كتب في زمرة العلماء علماء الجماعة وضعب القدر يا وحشر في زمرة شهداء لمنك شهداء في سبيل الله كردنتي جماعة وضعب القدر يا ولغصة حشرنا يا فضيلة رسول الله يقف علم حديث كبرنا يا ما تكون شغلنا يا والأمور أمورتنا بمقاتدها بيهاتي شيء معناها واحد لو قصة يهدو واحد وناسي هاي أتقول واحد وناسي من هنا أمورته أشياء وحالها وسائل هي مقاصد بالي لموتة مقصد كهدو في عين هاي وسيلة أتكو جاري سنة واحد قاله ونغني قاله ونغني فلهذا كذا درت يدبر شق إنه علم حديثك يا هاي علوم طلب برتمتك أوقف أوقوي حاجة قدر كوا فلهذا أي لرفعة قدر الحديث وشرف المشتغل به علم حديث إنه فضل بدن يهي قف اسكت شغلنا هيا قف آد وفضل بدن إنه يهي إيه ولما فضلني الله إلهي وحاو يقو أبوري عليه ما ذكر كيسو من حب الحديث حديث كجعل كيساو
إيه وشغفي به ممنان أن كم ممنها علم حديثك أدنى نجعله شغفك وحالي لا شيء ينتاب جعله تقولي بقى هذا أدقوصي والمتا علم حديثك وعلمتك يوقفض لبدناءها يا هدنا إلهي وحبا إقو خلقي فضربوا وخلقي دي فدرة الله التي فضر الناس عليها وإلهي كو أبو ريوي ولما فضرني الله إلهي وحبا إقو أبو ريوي إقو خلقي عليه ما أقوم منه بالحد حديثك الجعيل كي ثم إلهي وأبو يعني من نشأة لقصوا بالله ومرء المركو شيخ ومدح كرسو غاليبو علم حديثك وما لجعليتيهم آهد بنا أقوم مناء وجعلا يان فكرت في كريبوري في جمع كتاب كتاب إنا الأروري ونألفه كتاب تاسو في الحديث حديث كده يعني حديث أول كتاب علم حديثك كصعب صنع حديثك كهد ريو إنا نصنفه أيان جعلا غيبو واستشرت أهل العلم دك أهل العلم كان كلا شوري به بجمع الكتاب كتاب كحديث كأسن في ديسي أرورين تيسا دك أهل العلم كان كلا شوري هذا أهلا خيرا مركا سمين إيسو استقاري مشاورا لبدو بين أسمين سوما يا واستقرت الله تعالى إلهنا وانك استقار ضلبه خير به ويديسه استقارا سمي دك أهل العلم كان الفضل لهنا وانك لا شوري يا وشاورهم في الأمر بإلهي يشاورون في الأمر أمر ككلشو وحال واحد ثمين يسو لا تشعل ليه ذاتك الفضل أهل العقل لا تشعل إلهي وحكوة المؤمنين تأني الرموه هذا خير كاكتا شدانو وأمرهم شورى بينهم بإلهي ويكشوري يعني الرموه مركا ذاتك أهل خير كأهل شوري أهل العلم لها إلهي نعن استقاره ويديسيهم بريي فالله حد ليه وحايي افتيبر اللوائح التيسير فضوضين تا إلهي وإيه فضوضي إفديال كيدبا إيه إفيو والصلاعات وحا إفتيلي أنيقا مسابيحو تيسيري مسابيحو تبشيري بشارة لحق إلهي اللي إيقب بشاري فينوسه هيدبا إيه إفيو بركات استقاري أون إلهي بري يعني قبول بركبا يعني إذن بانهليو مسابيحو تبشير يعني بشارين فينوسه هيدبا إيه إفيو فاعتمدت على ربي ربك إذا عسكري أن تلتارتي وأجمعت أمري أمرك إذا نوان أروري فإذا عزمت فتوكل على الله تاسا إلهي دون أمرك على أمد تذكر كالشيء وذاتي أنه خيرك استقاره ويدي وإلهي خير ويدي مركز أرنتك أنصت إنا سميستان إلهي كوكالتونو أي فاعتمدت على أي فاعتمدت وعسكري على ربي ربك وأجمعت أمري أمرك إذا نوان أروري وشرعت وحنقلق لي في تأليفه كتابك إنا نألفون بالله على بركة الله إبان كبكو ذا قليب لتعالى كرهي فاستحضرت وحان صوحا درسلي أتاح كتب الحديثي حديثك كتبتي إذا كان أغوصا حيحسا وأعلاها متك أغوصا ري سندا حد سندك حد سندك متك أغوصا ري سندك يعني عالي إيا نازل بالك ليا مركي حديثة سندك ولا لقاها لي سند الحديث هو الرجاشة لنا متنقى حديثك متنية سند بوليها متنقى وهذا كان نبي صلى الله عليه وسلم هذا كان أمي وكوها دليل نبي أسيلا يرغي متن الحديث بالي سند كان وحاليا رجاشة حديثك كالوريني فلان با وريي هب البكوري هب البكوري عن نبي وكوري تها سند بالي لا مركة حديثك عالي نازل وحكونا غنكرا حديثك هدو سند كيسو قابي والله بنن مركي وريين بو عن النبي قال قال يا تابعي باوري تابعي باوري تابعي بكوري سحابي بكوري نبي بكوري والله مني انا واصدحني يعني سند كان وحال الى عالي هدو سند كو دهرادو ادو دهرادن نازل بالي ودغيا و هو كلو سند كو عالي كو نكون كرا رج واوين الى سده يعني اهل المذاهب كو كله يا امام الشافعي امام مالك أحمد بن حنبل رجعتك وكلا هذه السنة ككل جيران رجعتك وكلا تهدوك جيران سنة عالم ونغني الحديث كرفه وقاضي ياو قولي تاكره وقاض ميس مركي أحاديثك كو أغسر إحسان سنة كوزونة أسر رأيو أيان في يان صوحة هذه السنة وقلبك كو قبطيبوش مركي هو حيثو بحدي دي إنا يشنطان كتبهين با إيثو بحدي فهي صحيح البخاري وصحيح المسلم سنن أبي داود جامع الترمذي يول مجتبى للنساء شنطان كتبان صوحة هذه السنة بولي صحيح البخاري أي أهر مري صحيح البخاري هذيك يعني كتبت أحاديثة كتابك أهر ريوي أصح كتب بعد كتاب الله البخاري بالله كتبت وحا أهر صحيحة أما الكتب المصنفة بالله وكتابك إلهي دي مصنف مبا نقوم يا سومر كاته وإن كتاب أهر الله صنف وحا أهر صحيحة صحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري
وليد ببخارا لقد على سنة 194 بقول سلاسن يا أفر تبور ده شيء وحود انتي لما بقول 56 256 لما بقول كنتن هي اللي حدنا وردت ولم يعقب ولدا ذكرا ركمونا تجي ركمونا تجي هاي وهذا يعني أولاد بدن يوحصاتها والرجاء كمون أدريد وقومون تجيون ويلل فرب بدن أورد الله لوحك خير بدن بكتجيون هاي علم بكتجي علم كتاب بخاري قول لي هذا كتب الله سنفيه إلا قريب عسى أوفر البناوة يا أوسع حسن وقال وحي الإمام البخاري خرجت كتابي كتاب كيغن خرجت كتابي هذا منذ هاي قدر 600,000 حديث كتابك يا هذا وان سو صاري بيقول وحان كسو دختارن كسو تخريجي لئ بقولو كن او حديث بان كسو دختاري هذا صدوركم بالغوا شيء حديث كتاب كيتن مع المكرر وزرع عليه صدوركم بالغوا شيء مركا لئ بقولو كن او حديث او حبديه بو كسو دختار صدوركم كن وما وضعت ما ندجنين بيقول فيه فيه حديثا حديث الا وصليت ركعتين تضبطها كن وحديث مركان قريه حديث الأركان مركان قريه وولي روايات قاربة وحي ورينيان انت عبدك مقرنه وان قبيسني مركاتان لبرك عدو تكني مركاتان قريه حديثك هل حديث مركو روايين وقربه وصنفت وان صنفيبور في 16 سنة يحيي طوان سنة قرها يبور وسمعه منه حكم مقلها سنة كقاضي 90,000 رجل سجعشان كن أو نيم بكرة جيتي، وبخاري كان نقلته، إنه بخاري. مال الأركماشو إسلام، مركو مقالة إنسان وكلا دوسا أود حمرة. طريق كسر دس كمرة يا مقالة هي. مال كسر الوجه جنيا، حديث الله القرية إنت، حديث الله القرية. وأعتقد الصدع سر شو هي حديثه، وهو مال كثير هي إيوه، وهو بكرة يا مدن ما هي، ساس أود عزني حديث. مال كسر الوجه جنيا، علماء دي ووينيدو أجلة هي دس أود ورد يصدق يا عز، إنه بخاري. هاي. وكم من تغيير لا حدث عناية من الله فاحتاج إليه لكابر أي وكم من تغيير بدنا مدير لا حدث عناية من الله عناية إلهي بقدر إلهي بحق تكذون وفاحتاج إليه لكابر رجل ووين أجل لها أمد أي كدم بيسيب أباها ذي ملكيرا ويتبع يعيهم هذه عناية إلهي هذه كل عضو والله باغني هكذا ثلاثة الله دو يعي إمام بخاري كلا بعد وحوي أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أن يتابوري ولد سنة 204 لما بقول يا أفر كبه الله علي أولا شيء وحونا بنتي لما بقول لحدن يكوب وقال وحوي رحمه الله صنفت كتابي كتابك يقوان سنة بهذا من 300,000 حديث مصموعة صدح بقوله كن حديث ومصموعه أنو أن مغلي أيان كسود احتاري يقول ولو استمع أهل الحديث إلى الحديث قرآن هذا يسوي مادان هو كتبوا فيه القرآن بور كتاب كان مسلم كاسح مسلم كان 200 سنة لما بقوله سنة فمدارهم على هذا المسلم كتاب كان ولي ما هناك دعم هذا كتاب كان هذا روح عن قرآن لما بقوله سنة هذا قرآن ما يسد ما يم وفضله بعضهم قاركود ويبكفز لأن على البخاري بيده قرآن قرآن مقاربته وحي بي أهل المغرب كوحيد هذا الإمام المسلم صحيح المسلم بيكهر مرينا صحيح البخاري فقد قال الحافظ النيسابور وحير الشيخ الحاكم حاكم شيخ إساء ما تحت أديم السماي صمد هوست إذا ما أهان أصلح وحكا صحيحة من كتاب المسلم مسلم كتاب كيسا وحكا صحيحة صمد هوست إذا ما أهان أي ووافقه بعض علماء المغرب أكوافق يقول وهذا مسلم ولا نبدل يا بالنسبة إلى قلة تكراره تكرار كيسا يرى وحسن وضعه سيدا اوود دجيه مركي لفيري حقا ترتيب كولا مسلم كا حوراكا ترتيب كيسو كونا سيها بللي فإنه يستوفى الواردة في الموضوع ثم لا يعود له بعد ذلك هل ماله كشي ليا مردما حديثك مثل علني لكن إمام البخاري حديثك روايات كيسا مال لما كتك ماي الكسو كسو علي حديثك حروا لغي اما انت اصم مال لدينه كسو علي ولكن جمهور الحفاظ حفاظ الجمهور تودو وأهل الإتقان لمن كان وحسبه يوال الغوصي علم ذا بحق الذي أصل هذا الحديث بحق على أن البخاري أفضل بخاري حديث كذا يعني صحيح البخاري بفضل بدن بيلال فإنه أصح وأدق وأوسع في صناعة الحديث
وكان مسلم إمام مسلم وهو إذا دخل عليه على البخاري مركو أصو قالوا قبله ودكان جري يده قعن فيسا وقال له وحوده جري يا طبيب الحديث حديثك دخترك كيسيو إمام البخاري هذا هو حديث دخترك حديثك هاو دخترك حديثك أيوه هاو فالمسلم وهو يكلا تبي يسوي مركا اللبض ولا هذا اللبض وحي اللبض هو صحيح شروطنا يعني واسكمت لكن إمام البخاري بهال شرطة نك راوجا ينك وكورنا يو إمام مسلم وحو الشردين يا معاصر وإلى إسكو زمن أهايان وإسكو جارين وإلى ينكا ينكا وقت أهايان إمام بخارين وحولي وحاسر دي اللقاء إن لبضا نين أي كلمان وإلى الحقي جوان حد إسكو زمن بها هذين إنا مادس بي مادين وكلمان هذان لحقي جنين لما يلكروا لي مركا إنتا أكأت كيبا حديث جيزو كسا حسن هذي بالي اللقاء أتاو بشرد اللقاء أيو شرديو لكن مسلم وحولي معاصر أم بس هذا لو أن الزمن تمل أو يسكن الزمن هاي وابس قلي هؤلاء كلا قاتم بس وسنن أبو داود كم صدق هذا على سنن أبو داود وهي سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني لو بقول يلا بدي بود شيء وحنا دنتي لو بقول تدواتني يا شنتي قال وحي رضي الله عنه كتبت وان قري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النبي وحن قري 500,000 حديث شن بقول وكل حديث بان قريبه فانتخبت منها 4,800 أخر كل يسيدات بقول بان كسو دحساري أو كتاب كان قريب لي كتاب كان أيام قريب كتاب كان يعني سنن أبي داود بالله حاجة يعني فقه مركع علمات كهالليان يعني أبواب تفقه مع أحكام تمسائيس وصوقات مرجع سنن أبي داود بأبضل فكتاب آذي يعني حاجة فقه وهو قهض لوي عديثيس لو قد ليس لوي وكتاب لي لا ترد عليك سنة عن النبي حديث نبي حقي تكسو أرور إن فوسو أرور إلا وهي فيه وكيل تام تاك أبي داود وكيل أي ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب لي قرآن كوحي كسو هري بعد القرآن وحكو واجب سنئنا يبرتان كتاب كان أمو قرن ما يبو لي ما أبي داود أي ولا يضر رجلا إن وحبب كدب ماي وحبب كدب مايو الله يكتب من العلم شيئا إنه علم وحكا لو سكبر إلا هذا الكتاب أبي داود هذو قاته علم دم حدو قاله وحلا كاما قال لديه ماهي بس وأكوف ليه هو وأكوف ليه أي. كان أفرادوحها أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي إمام الترمذي لبابق المركة أهي هجره أيو دا شيء وحونا دنتي لبابق التدوات يسغالك وكان حافظا بها متقنا بها من متقن علم رسول بارعا في صناعة الحديث علم الحديث كان آل بويقا وفي كتابه فوق 5,000 حديث شن كل حديث وحكفنا مكقر والمجتبى للنساء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النساء وكان ورعا تقيا حافظا بها وكتابه أكثر الكتب تكرارا أصلا حاجة تكرارك كتبته أبوبدا وحرنا شيء ورب قلتواني يشنت مركي هجرده هاي وحرنا دنتي صدح بقول يصدح ما كان يجرده هاي مرحبا مركا رجا يعني وأمهات الستاء كتبة اللي إلى هذا ابن ماجه هم بعثهم مغان شانت كلاو هذا أصول الخمسة اللي إلى هذا وشانت كلا اسكو زمن أمبا يهايانو زمن كا يعني وقرنك صدح هذا هجرقة قرنك صدح هذا هجرقة وأقرني بالله إذا ذو يعني وحى صوب حضي أو صوب بلس شمس الحديث حديث كقرى حديث آيه مركا رجع نظر ويسود دوائين يسودون بها هايين بلن كوضونا وحبه كالقاتين كل مرد عجبه بها هايين بلا إلى إمام مسلم مويا إمام مسلم مويا إنت كالعجبه بها هايين لكن وعشي أقول ليه ولكن الله أنال لهم علم الحديث إلهي بها علم حديث كأجل عيه كما أران الحديث لداود عليه السلام نبي داود سوء إلهي برت أوجل عيه ثاني ما كان إلهي حديث كأفضيه عدو إنما وحبك هذا بما يسهدي إلهي آيه حقي سعيناي إيه كان قد عدو آيه مركا ومتى كرر للنغطي وانا وحالة يعني وهؤلاء كانوا يتعبدون لمن كان سنت هذا عن سواشا قني كتبتها أسكالة هواوي وحيكو عبادي سنجرين على مذهب الشافعية رضي الله عنه كل هو الشافعية هاي شافعية مذهب وضعها إلا البخاري إمام البخاري موجي فلم يعلم مذهبه أثقل مذهب كيسة لما قرناه إن قصوا مالها قارك ودقوا سوروريي إن أثقل نفسي يعني
loo fiirinayo inuu madhabka yani imaam shaafici uu ku camalfali jiray, laakiin waxaa la yidhahdaa asagu marka dambe dulmadhab buu ahaayo madaahibta dhan wuu muwaadacayn jiray uu udhexeeyey markuu axaadiisida ka hadlayo oo markuu baabaysanayo baabu yani kada wakada buu leeyahay. oo fiqhu lbukhaariyi fii abwaabihi baa layidhaha bukhaari fiqigiisa baabkun baa laga fiirinaya baabka waxaa laga yaaba xadiidka uu meesha ku sheegaya baabka inayna saxtu waafaqsan aadu markaa dhowrto laakiin meel aadan fahmaynin buu markaa ka deliisanaya xadiiska oo fiqi baa ku jira masalaha ku jirta marka madaahibtii oo dhan buu muwaadiceynaya asagu udhexeeya imaamu bukhaari. laakiin kuwa kaleoo dhan waxay ahaayeen calaa madhabi shaafici bay ahayd. marka ninku meel kasta ha ka gaare cilmiga xad kastaba ha ka gaare yacni waxay ahaayeen dadkaasi mustahidiinta ah sidaa ahaa haddana madhab bay ku camal fali jireen madhab bay lahaayeen madhab bay lahaayeen ma aha madhabku inuu yahay yacni dadka aan xoogaa aan cilmiga aan u baranin oo keliya oon inay iska qabsanayaan ma aha wy ma aha haddana yani waxaad arkaysaa in lagu leeyahay yani madhab anuu madhab filaan ku dhaqmahaye yani xadiidkan ka raacaya xadiidka iyo aayaddoo xadiidka iyo aayadda hadde oo haye say tahay hadda ma ugu dhaqmi kartaa axaadiista naftooda waad aragtay oo intaad aragtay baad saas bay isku yihiin ya imaamu axmed bin xambal oo muxadid yani aad u weyn ahaayo sheekhu lmuxadisiin baa la yidhaha yaa wuxuu leeyahay imaamu shaafici hadduuna ilaahay noo keenin cilmulxadiidka yani inaan xadiidka inaanu ku camal falna aad noogu adkaatay buu leyy maxaa yaa xadiidta waa isqabsanaysa aad ka hor imaanaysa annagoo saa nagu camal falnaba garabla baa ilahay imaamu shaafici noo keenay markaasuu cilmigan sulfiqiga ayuu qoray marka imaamu shaafici isagaa qoray sulfiqiga sulfiqigu wuxuu ka hadlayaa axaadiista sida loo kala horumarinayo sida loo kala daaweynayo xadiidka in la jamciyo oo hadduu jamac ku suuroobayay haddii kalena markaasaa la kala horumarinayaa oo naasiq iyo mansuuq bay isku noqonayaan ama midka saxa badan taladkiisaa la dhowray oo kan saxiixaa la horumarinaya ka horaa laga horumarinaya sida loo daaweynaya nusuusta markay iscaarto iska hor imaato yuu fannigan ka hadlayaa nin qoranaya imaamu shaafici baa ugu horay markaasa waad arkaysaa warahye raggan adewaaka muxadisiintii oo dhan madhabkiisi bay marka waa madhabkiisi wey ya dadka qaar oo haddan joogo waxay u malaynayaan waxay leeyihiin anagu bukhaari iyo muslim baan raacaynaaye imaamu shaafici waxba madhabkiisi ka qabsan mayn waa dowayaaye imaamu shaafici asagu axaadiista muslim iyo bukhaari ay qoreen dhinac buu ka yahay miya madhabka lagu sheegaya wax ka dhinaca miya wax kale ya maasha allah waa ninkii nin daaweeye usuushanba nin daaweeye asleynka nin daaweeye ninkii ugu horeeye oo cilmigan sulugu yaaba dejiyewe gaas kale madhab wahaadihi midan hiya alusuulu alkhamsatu buu yuri sheekhu waa usuushii shantahayd allatii taasoo ishtahaarat fi lummati ummadda dhexdeeda mashhuurka noqotay wartanadhaa ummadduna ay ka raalli noqotay waa limaa lahaa waxaa usugnaaday oo min almakaanati sharafta alculyaa oo sarraysa bilxadiid xagga xadiidka umahaatu sito ama usuulu lkhamsa waa la yaqaanaa aad yani waa xadiidka la hormariyay kow saxiixaynka unbaa xadiidka ugu horeeya la fiirinaya muslim iyo bukhaari markaa kadibna sunanka haddana afartan kutub ee yani sunanka la yidhaha aya iyo masaaniidda iyo markaas bacdigeed walianaha iyadu jamaacad waxay kulmisay mina shareecati shareecada xaggeeda maa shay caza caziiza waqalaa tamanuhu wey caza wax casiiz ahoo aad u yar wax qaali a wey caza yani shaygu markuu shay aan la heli karin oo naadir ayuu yahay caziiz buu noqonaya maa caza oo waqalaa tamanuhu tamankiisuna uu qaaliya bal hiya shareecatu kullahaa buu yihi sheekhu shareecadoo dhan ba iyadayba ku urursan tahay wey kamaa qaala alimaamu nawowi sidii radi allahu canhu maa shada kama shaadoobin can alusuul alkhamsati usuusha shanta ah min saxiixi xadiidi rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka xadiidkiisa kiisii saxiixaha ila nadru yasiir wax yar unbaa ka maqan buy axaadiista saxiixahayd wax yar unbaa ka maqan walaa shaka shaki kuma jiro fa fiihaa waxaa ku sugan usuushan shanta ah xaajatu linsaani insaanka wuxuu u baahan yahay lisacaadati dunya iyo walaakhira adduun iyo aakhara wax alla wuxuu ugu baahan yahay buu ka helaya suma nadartu waan fiiriyey fiihaa nadratan caama wadafiqtu waxaan gudagalay udmijuha inaan dhex gelinaya kullahaa bitamaamiha fii mu'allafin waaxidin kaasoo uhadibu aan dahirayo kutubahu kutubtiisa tahdiiban taafiyeelidi wa uxarudi aan sugayo abwaabahu taxriiran likay ashfiya bihi inaan ku daaweeyo qaliili aniga oonkayga wa udxifa bihi inaan u hadiyeeyo cushaaqa cilmi alxadiis cilmi xadiis kuwa aad u jecelay inaan u hadiyeeyo siiyo